شغل شحاته وشغل قله ادب يا مصريين. كفايه الراجل فضحنا طول النهار ماشي يشحت. بعت رنج وصنافير للسعودية لبن سلمان الوسخ، اخد منه ترن وصنافير شراء وبيع بلدنا وارضنا، وطلع اعترف ان هي ارضه. هنفضل لحد امتى مصيني تاني في الشارع؟ لحد امتى هنشتغل عند السعوديين والخلايجة كلهم؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ناقصكم ايه؟ مين الجربان اللي اسمه ترك ده ولا قال ترك؟ اللي يهز النادي الاهلي ويهز نادي الزمالك؟ قلب مصر ب 100 مليون ولا ب 200 مليون؟ لمعت ترك؟ ترك بقى مهم؟ ترك بيسوق مصر؟ حته امير جربه جربه بقى هيسوق مصر بكلابيه وبشبشب وعقل؟ بقالي اسبوعين ولا مش عارف قد ايه قاعد بهرب وبجري منهم، وشويه ظباط سفله اتفقوا مع ناس سفله هنا عشان يموتوني شمال. انا رقبتي في الحكومه الاسبانيه.